إلى كارثة أخرى في بغداد، عمود كهرباء يخرج منه الماء. يا سبحان الله، إبداع لا مثيل له وربما لن يتكرر. طبعا هذا العمود مال كهرباء، شوف النضوح مال ما راح اقرب الصوره شويه اكثر بعد. هذا يبدي الصبح ينضح ماي لحد الظهر، لغايه الظهر. شوف الماي اللي نازل جوا اسفل العمود، هذا الماي باعوا. هذا الرساله موجهه، هذا العمود طبعا باعوا له، يعني في ضغط عالي كهرباء. هذا بالتجاري مقابل مصرف الرافدين وبطاقه تموينيه. بس احنا مو على الماي، مو على ينتيل وما ينتيل، خاف العالم هم يجي واحد من هذول العقول الجهله عبدة الاصنام ويقول لك هذا العمود مبارك، هذا العمود جاي شافي مرضى ويقضي حوائج، ويشدون عليه علق وعلق فوق علق وعلق فوق علق، وتعال يا خالد شايلنا. حتى ابو المحل يعزل يسوي مزار، رحم الله والديكم، عالجونا هذا الامر، جزاكم الله خير. المسؤولون في العراق لا يعرفون المواطن إطلاقا إلا إذا كان هناك فاتورة أو دفع وتحصيل ضرائب جديدة يصرفونها فيما يخدمهم، لا فيما يخدم هذا المواطن وغيره من المواطنين. عمود لكهرباء الضغط العالي وعليه ثقل كهربائي خطير يحيطه الماء من كل جانب، ولا صيانة ولا إصلاح.